شكل هذه المرة راحت منها ذهبات ما شاء أبويا الشيخ الجلية الذهبات. بعد شوية راحت منها غنماية ما شاء أبويا الشيخ الجلية الغنماية. غنماية بتاع شنو أصل غنماية دي؟ راحت يا بعرفة راعي يا تيس، صح ولا ما صح؟ غنماية راحت دي بعرفة منه، ولا تكون عندها سخلة جديدة بتفتش لها دارة ترضع، اختار. الشغلة دي ما واضحة والموضوع ده ما طويل، والله الذي لا إله غيره. بعد شوية الشيخ يعمل له حركتين يقول له غنمايتك في الكوشة، وتمشي الكوشة تلقى الغنماية، والله والغنماية أصلا لما أنت روح بتمشي وين؟ تمشي الكوشة في غنماية يكفت في الطرمة يكبوا لها بنزين، ما أصيلها بتمشي وين؟ مش الكوشة؟ تمشي الكوشة تلقى الغنماية تلحس في المربى مدتها منتهية. تعالي والله الشيخ ما قصر، الشيخ ما قصر، الشيخ بتاع غنم ذاته ماله، وكلام كثير وطويل وإلى الله المشتكى. ده بيجمع الكتاب ده النصرة العلمية ده والله جايبين فيه دراب ما يعلم به إلا الله تعالى. قال واحد اسمه عبد الرحيم المغربي، جابه من الطبقات الكبرى من ده، قال ده قاعد في الحلقة فنزل شبح من السماء في هذه الرواية، وفي هذه الرواية قال فنزل شيخ من السماء، قال ثم صعد. أسمع القصة دي كويس، تعرف الصوفية ديل مخرفين وغشوا المسلمين، والله الذي لا إله غيره، ما في شيخ بيعلم غيب. الله قال في القرآن وما كان الله ليطلعكم على الغيب، ولو مشيت لي دجال قلت له شوف ليه رايحة وين، انت فارقت الملة. الكلام ده قاله منه الرسول عليه الصلاة والسلام، قال من أتى عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. راحت يا خسر الله يرجع لك وافتح بلاغ، ديل بيمشوا بشمي بيجيبوها بيجاي بيشوفوها بيلقوها لك، ما لقوها تعوض الله بتلقاه في الآخر، ولا ما بتلقاه تلقاه تاني مالك شنو شيخ ويجيب لي الرايحة وكالة مبا يا أخي يجيبوا للشيخ. الشيخ بيجاي قبل أيام جابوا في الجريدة الشيخ عربيته سرقوها ما عرفها وين ذاته، ده بجيب في الغنم ما قادر يجيب العربات دي طاشة شبكة ولا جنو دي ما بتخش في الشغلة بتاعتك، عربيته راحت سرقوها والله الذي لا إله غيره.